دابا انت منين بلاصه في المغرب السياسي؟ تطوان تطوان. مرحبا، اشنو معنى ديال تطوان؟ تمودة. تمودا كلمة، تطوان كلمة، شنو معنى ديال تطوان؟ عاد ندوزو لتمودا. ما عرفتاش. تطوان ما عرفتيش اشنو كتعني؟ لا ما كتعرفش بأن تطاون تتعني العيون في اللغة الأمازيغية؟ من اللغة الريفية ولا بالسوسية؟ بالأمازيغية ديال سوس تيقولوا طط، احنا في الوسط تنقولوا طط، عندكم تيقولوا طط، الجمع ديالها تطاون، تطاوين، وكاين اللي سينونيم ديالها المفردات المعجمية ديالها، كاين اللي تيقول تالين، اللان، اللون. شكون ولكن أسسها؟ شكون أسسها؟ شكون أسس تطوان؟ ما عرفش انا في التاريخ تنهضر لك في الشق اللغوي، ولكن اللي اسسها اكيد غادي يكون امازيغي، داكشي علاش عطاها سمية امازيغية. سيدي المندريدي أمازيغي؟ وعلى اسم دابا هو الا ما كانش امازيغي علاش سماها تيطاون؟ وعلاش غيبدلها؟ يعني علاش غيبدلها؟ يعني كانت مأسسة من قبل. علاش غيعرب هو اسم كاين؟ علاش غادي يعربوا؟ اذا أيوه هي كانت شنو كانت؟ دابا قلتي علاش غادي يعربها، اذا هذيك السميه امازيغيه وما عربهاش هو، داكشي علاش سولتي انت في 2021 دابا قلت لي علاش غادي يعربها، اذا هذاك الاسم كان امازيغي. كيفاش كان الامازيغ؟ زعما كانوا ساكنين الامازيغ. عارف القصه ديال تطوان؟ تطوان راه تمود، رأسها الرومان. واخا تامودا شنو كتعني؟ تمود كلمه جات تسميه رومانيه. واخا جبدها لنا في ديكسيونير ديال اللغه الرومانيه. الرومان باش كيهضروا؟ باش كانوا كيهضروا؟ كيهضروا باللاتينيه، اللاتينيه واخا القديمه. واخا غادي تجبد لنا شي ديكسيونير ديال معجم اللغه اللاتينيه وكتب وقلب لنا على كلمه تامودا اشنو كتعني؟ اها شي مشكل. سير الله. ولكن الذين اثارت كيقولوا والسياسيون والسياسيين سياسيين. دابا انت قلت لي بان هذا الرومان، ولكن دابا تنقلب، دابا قال لك تامودا مدينه قديمه اسسها الملك الامازيغي باكا سنه 200 سنه قبل الميلاد. اذا انت كيقريتيها سياسيين تتكذب عليا دابا. كيقريتيها وقلب انت غادي تقراها المرجع سيدي، غادي نلقاوه كيقريتيها سميتو اركيولوجيكال ميوزيوم اوف تطوان، المتحف ديال الاركيولوجيا ديال تطوان. واش كتكذب عليا السياسيين دابا؟ مأكد. شوف انت، شوف انت السياسي. Archaeological Museum in Tetuan, Prehistoric and the Pre-Islamic Times. Tetuan was once known as Tamuda and it is believed that its settlement in مستوطنة ديلا was founded close to the 3rd century before C. The Roman Empire occupies احتلوا يعني راه كانت اوكيبايرز ديسترويد ذا سيتلمنت يعني هما احتلوا المنطقه وهدموها. ديسترويد ذا سيتلمنت ان ابروكسيمتلي ذا يير 42 ديورين ا ريفولت، يعني كانت واحد الثوره تما دخلوا هما يدمروها ياك. ذا اركيولوجيكال ميوزيوم ان تيتوان بريزيرفز اند اكزيبيتس بيوتيفول ارتيفاكتس اند بيسز اوف هيستوري ذات ريمايندز اند ايديوكيتس فيزيتورز اوف ذا ريتش هيستوريكال روتس اوف تيتوان. زيد 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 زيد، شوفوا السمية ديال تامودا فين تذكرات. دابا انا المشكل هو ملي كنلقى واحد المغربي تينسب واحد المدينة اللي هي اصلا اي امازيغي ناطق بالامازيغية قلت لي تامودا، واش هذيك كلمة روما لاتينية؟ بعدا اصلا ما عندهاش تركيب ديال الكلمات اللاتينية، عندها تركيب ديال كلمات امازيغية تبدا بالتا. تامودا، تامودا هذه اقرب كلمة ليها هي تامدا. تمدا عندنا هنا في تمازيغ تاع سياسيين تتعني البحيره. واخا سياسيين دابا بحيره، المهم ماشي بحيره، المهم كتعني تقريبا مستنقع. مستنقع ولا بحيره بحال بحال هكاك، ما كاين حتى شي فرق. المهم انها كلمه بحيره رومانيه. وسياسيين انا ما يحز في النفس هو انني ملي كنجبد المغربي تنقول له اودي راه المتحف الوطني، المتحف ديال تطوان، تيقول بانها اسسها الملك باكا امازيغي، ولكن تلقى واحد ولد تطوان تيجي بوجهه احمر
وتيقول لي لا رومانيا، هذه قمة الاستيلاء السياسي، قمة الاستيلاء والانبطاح، ملي كتنكر شي حاجة ديالك وكتنسبها تصر باش تنسبها للآخر، رغم أنك أنت متيقن 100% في قلبك بأنها كلمة أمازيغية، وبأن تطاون كلمة أمازيغية، وبأن تمود كلمة أمازيغية، ولكن مع ذلك ما بغيتيش تقبلها. علاش؟ لأنك أنت عندك موقف من الأمازيغية السياسي، مع أنني دابا راه نجبد لك بزاف ديال المراجع اللي هي مغربية ومعتمدة وما غادي تعترف بحتى شي مرجع سياسي. عرفتي علاش؟ لأنك أنت عندك عقدة من الأمازيغية. لا، هذا الملك، هذا الملك، هذا زيد اشرح لي عليه باش نفهم انا. نتمنى انك تفهم هذا الدرس اللي قلت لك، اللي كان جبت لك انا مراجع مغربيه فيهم مذكور فيهم وديال الوزاره المتحف ديال الاركيولوجي ديال تطوان، وتجي تقول لي اشرح لي لا رومانيا ما رومانيا. اسمح لي، انت ولد المدينه صاحبي، خاصك تفتخر بانها مدينه ما بنوها الناس وسكنوها، وسكنوها الناس وجاو دمروها الرومان حيت كانت ثوره فيها، كانوا يثيرين ضد المحتل. هذا راه شرف ليك السي ولد تطوان، هذا راه شرف ليك، ماشي انك تنسبها للمحتل.